هرجع تاني وهقولك انه قدرة المرأة في العالم بشكل عام وفي مصر، ومش هعتبر ان دي مفاجأة، هي كل القصة انه ما كانش مسلط الضوء لعشرات السنين. وللأسف الشديد انه على مدار عشرات السنين من وقت ما رفعنا شعار تحرير المرأة، يعني الا انه هذا التحرير ما كانش ملموس في الواقع كما يجب. ما كانتش المرأة المصرية واخدة حقها لا في الجهاز التنفيذي ولا في البناء التشريعي المصري، أي البرلمان بغرفته، سواء إذا كان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ كما يجب. ويمكن كنا نشوف المرأة موجودة صحيح في المناصب الأكاديمية، ولكن وكأن الموضوع كده حاجة عروة، في أسف وردة في عروة الجاكيت. لكن لما أشوف المرأة موجودة في القضاء وموجودة في الوزارة وموجودة في النواب وموجودة في الشيوخ، موجودة في الشرطة المصرية وموجودة في الجيش المصري، موجودة في كل مكان، إذن علينا أن نطمئن. أيضا في اليوم العالمي للمرأة هنأت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة سيدات مصر ونسائها وفتياتها، وأضافت أن مصر حققت تقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين بخطط واستراتيجيات وبرامج ومبادرات وطنية. أكدت الدكتورة مايا أنه يجب على العالم أنه يكثف جهوده للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة والفتاة، وأيضا تحسين كل سبل الوقاية والحماية منها على المنصات ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسات تكنولوجية لتمكين المرأة والفتاة وتعزيز أمنهم. معنا على التليفون دكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. أهلا بيك يا دكتور. اهلا استاذ يوسف، وانا اسفه لو في دوشه حواليا لاني بتتواصلوا معايا وانا في نيويورك دلوقتي. انا عارف ومش عاوزين نعطل حضرتك، ويمكن احنا تابعنا كمان كلمه حضرتك هناك في نيويورك، لكن هنا انا محتاج اسال يا دكتور مايا، بعد ما شهدناه خلال 8 سنين من انجازات حقيقيه لاعطاء المراه، مش هقول حقها ولكن هقول اجزاء من حقها، ايه اللي لسه احنا محتاجينه او مستنيينه حتى نستطيع ان نقول المرأة المصرية ممكنة 100%؟ بص يا استاذ يوسف، المرأة المصرية ممكنة بكل المؤشرات اللي موجودة على المستوى الدولي. طب هي فحضرتك ذكرت استراتيجياتنا وحتى طبقا للمواثيق الدولية. علشان نقول ان المرأة ممكنة في اي مجتمع، لازم المجتمع نفسه هو اللي يبقى حاسس باهميه هذا التمكين. فاحنا التوعيه، المشاركه المجتمعيه، ان المجتمع نفسه يبقى عنده الايمان بهذه القضيه دي، بيحصل فيها يعني تغيرات وتحركات على مدى اجيال. فاحنا بنحلم من الجيل اللي طالع، ولاد وبنات، يبقوا عارفين ان في شراكه، في مساواه، في اطر للتعامل، وفي قوانين، وفي كده سقف الاحلام الفتاه المصريه. لو عندنا قانون يبقى تطبيق القانون في جزء من الوعي وفي جزء من الحمايه المجتمعيه. لو عندك استراتيجيات او سياسات بتطبقها الدوله وبتطبقها الحكومه، لازم كمان المجتمع يبقى على نفس النهج المطلوب. مصر انتقلت نقله نوعيه كبيره جدا في الثمان سنوات الماضيه. بنقول في كل محفل في المحافل الدوليه ان مصر بناتها وسيداتها بيعيشوا عصر ذهبي. عصر ذهبي ده يعني احنا خلاص كده، احنا عايزين حتى ما فيش سقف لاحلامنا، احنا ما فيش مكان في مصر السيده المصريه مش متواجده فيه ولا في موقع اتخاذ قرار. حتى الاماكن اللي كانت منغلقه علينا وممنوع ندخلها ولا نفكر فيها زي مجلس الدوله والنيابه العامه، النهارده بيجي مجموعه والثانيه وان شاء الله نشوف الثالثه كمان دخلت في مجلس الدوله والنيابه العامه. فانا شايفه ان النهارده بنات مصر الصغيرين، الجيل الصغير، جيل بناتنا، هيبقى محظوظ انه عارف هيتلقف كل هذا النجاح، ويبدا بقى يخطط لمستقبل واعد لهذه الدوله. بناتنا اقوياء والله استاذ يوسف، وستات وسيداتنا، السيدات المصرية سيدات أصيلة كده، قوية جدعة كده، وتد بلد بحالها. ف يعني ما فيش سقف الأحلام السيدة المصرية، طالما احنا بنقول ما دامنا بنقول عصر ذهبي للمرأة المصرية، فهذا العصر ما لم يتخذ يعني ما خدش علينا بأي حق من الحقوق،
ولكن دائما سيادة الرئيس يقول في كل الأماكن إن ما أخذته المرأة المصرية هو حقها، وخططنا لمستقبلها هو واجب، واستراتيجيتها هي خطة وطنية متكاملة. طيب يمكن حضرتك النهاردة ألقيتي كلمتك في الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أنا قريت الكلمة كويس، لكن إيه أكتر شيء كان لافت بالنسبة لدكتور مايا مرسي وتريد التركيز عليه؟ حاجتين بنحب نركز عليهم، إن هما الأول حاجة دخول البنات أو استمرار البنات في التعليم الخاص بالرياضة والهندسة والتكنولوجيا، ده مهم جدا لان العالم بيتقدم في هذا الاتجاه، ويجب ان احنا نكون حاطين ان يكون في مساواه دائمه بين البنات والولاد في هذا المجال. التكنولوجيا مهمه جدا للتقدم. النقطه الثانيه هي العنف اللي موجه للمراه او العنف السيبراني، العنف اللي بيستخدم السوشيال ميديا والمواقع اللي بنشوفها موجوده دلوقتي. نخلي بالنا كويس قوي ان البنات بدا يحصل عندهم حاله من الرده، يعني بقى البنات بيعملوا حاجه اسمها سيلف سنسورشيب، انا مش هكتب ده على الصفحه بتاعتي او مش هحط الصوره دي علشان الناس تقول انا حلوه او مش حلوه، انا قويه او ضعيفه. فبيحصل على مستوى العالم دلوقتي رده في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعنف موجه تجاه البنات صح، والسيدات في مواقع اتخاذ القرار. هم دول الحاجتين ان انا شايفه ان على قد ما التكنولوجيا ممكن تكون حاجه جيده جدا للوصول لكل العالم، بقى العالم قريه صغيره كما تكرر كل الجهات وكل الدول، ولكن التكنولوجيا اللي هتبقى عليها يعني اثر سلبيه على اولادنا وبناتنا يجب ان ناخذ ده بعين الاعتبار. السايبر فضاء السايبراني مش في ايدينا، الفضاء موجود في ايدين شركات لازم يبقى عندها مواثيق اخلاقيه، ايه اللي يتحط وايه اللي ما يتحطش. انا ما بقولش حريه تعبير ولا ده كله موجود وموثق وكل حاجه، لكن النهارده لما تشوف الدول العالم كلها في قلب معايا عنك في الجلسه اللجنه وضع المراه بتكرر ازاي في خطاب كراهيه تجاه البنات والسيدات خاصه في مواقع اتخاذ القرار، ازاي السيدات بقت تخاف تحط حاجه على المواقع الالكترونيه، ازاي بيحصل تحرش، ازاي بيحصل قهر للراي اذا 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 وجد، ازاي بيبقى في سب، عارف السب والقطف والحوارات اللي هي ممكن تخلي السيدات او البنات على فكره ما تتعرضش او ما تخشش في هذا المجال. كل العالم دلوقتي بيشتكي من نفس الحاجه، واعتقد ان ده اللي هيطلع منتج في هذه اللجنه، ازاي نحمي بناتنا ونحمي سيداتنا من العنف السيبراني. هنتقدم باستخدام التكنولوجيا، ولكن حمايتهم مسؤوليه دوليه قبل ما تبقى مسؤوليه وطنيه، وبالتالي اذا حدث هذا ممكن بقى شركات القطاع الخاص يبقى عندها المواثيق الدوليه المهمه او مواثيق الاطر الحمايه المختلفه، الالجوريزم او اللوغاريتمات بتاعه الصفحات دي يوسف لازم تعرف ان في نوع من التهديد او انتهاك الخصوصيه اللي ممكن تتعرض ليه اي فتاه من الفتيات. طب دكتور اقول لك بقى أيوة. إن هذا الملف اللي فتحته معانا في مصر بنوته صغيره، بنوته هي اللي اتكلمنا معاها وقالت ان انا بدا يحصل عندنا نوع من التنمر والانتهاك الخصوصيه والابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلشان كده يمكن كمان يعني تحت رعايه السيده الاولى حرم السيد الرئيس عملنا مبادره نوره وعملنا مبادره دوي اللي بتقدر تخلينا نعرف بناتنا ومستقبل مصر عايز ايه، بيفكر ازاي نقدر نوصل لهم، ازاي نقدر نتعامل معاهم، ازاي نقدر نديهم تدريب وتوعيه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. فهم اللي فتحوا الحوار، لازم نسمعهم صراحه. اكيد. طب دكتور مايا، انا احيانا مش احيانا، انا على طول بيقلقني لما الاقي خطاب رجعي من المراه تجاه المراه، الى اي مدى يجب علي ان انا اقلق من هذه الخطابات الرجعيه؟ سؤال صعب قوي 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 استاذ يوسف.
الخطاب الرجعي هنشوفه من المرأة ضد المرأة، وهنلاقيه من من الرجل ضد المرأة. ومش عايزة أقول إن إحنا المجتمع اللي بيمشي قدام لن يسمح بخطاب رجعي تجاه أي حق من حقوق المرأة المصرية. إحنا اتحركنا لقدام، والقطر اللي بيمشي قدام أستاذ يوسف مش هيقف على خطاب رجعي ولا هيتقبل خطاب رجعي. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، لا تقلق يا فندم، تقلق لأن إحنا محتاجين يبقى عندنا إحنا نفسنا، يعني إحنا يعني إحنا كمجتمع الوعي إن الأطر الرجعية مش هتقدم بناتنا على فكرة، مش هتقدم ولا هي حماية ولا هي تقبل. يعني هو ده فكر خاطئ. خلينا نشوف العالم بيتحرك ازاي. البنات زي الكل اللي موجودين في مصر دول، حقهم ياخدوا فرصتهم، حقهم يدخلوا في كل المجالات، وحقهم يشوفوا نماذج حلوه قدامهم يقدروا يحلموا يبقوا موجودين مكانهم. فانا بقلق شويه، ولكن عندي ايمان كده ان ملفاتنا مش هترجع ابدا 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 للخلف. احنا بقى في جيل يا فندم هيحرس هذا التقدم، ويارب دايما مصر محروسه من خطابات رجعيه او من خطابات باي شكل من الاشكال ترجعنا ولو خطوه لورا. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، ومش عاوز اطول على حضرتك، وهسيبك طبعا للاجتماعات والفعاليات اللي موجوده في نيويورك الولايات المتحده الامريكيه. كل الشكر دكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراه.